طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسام الناقة. راح نكمل حكي عن موضوعنا الأول في مادة الجنرال فسيولوجي اللي هو الهوميوستاسيس. بالفيديو الماضي حكينا عن تركيب الخلية وإيش معنى خلية، وحكينا إنه جسم الإنسان بتكون من ملايين بل مليارات الخلايا، ماشي، وحكينا عن تركيب البلازما إيش ممبران اللي هو غشاء الخلية يعني، ماشي. فهون حكينا عن تركيبات الخلية بشكل سريع، وحكينا إنه صراحة بمادة الفسيولوجي يعني نادر جدا ما الدكاترة يسألوا على تراكيب الخلية يعني، ماشي. بس أنا حكيتهم يعني لأنهم راح يمروا معانا خلال مادة الفسيولوجي وخلال يعني تخصص الطب بشكل عام، ماشي. فلازم تكون عارف شو يعني جولجي أباراتوس، شو يعني نيوكلياس، إيش يعني إندوبلازما كريتيكولام وهكذا. بس يعني هيك كأفكار يعني سطحية، بس ركزنا كثير على موضوع اللي هو تركيب السيل ممبران، وحكينا شو يعني فوسفوليبيد باي لاير، وحكينا انه الجسم فيه بروتينز وفيه ليبيدز وفيه كربوهيدرات، والحكي هذا كله تقدروا ترجعوا لايش الفيديو الاول عشان ماشي تشوفوا كل هاي القصص. هسا لما احنا اجينا نحكي على وظائف السيل ممبران، حكينا انه وظائف السيل ممبران اغلبها مشتق من ايش؟ مشتق من البروتينات اللي موجودين اصلا. وين الموجودين اصلا في السيل ممبران؟ تمام، حكينا انه انا ايش البروتينات اللي في السيل ممبران شو ممكن تكون؟ ممكن تكون انزيمات بتحفز تفاعلات كيميائية معينة، ممكن تكون مستقبلات ضرورية لشغل مواد كيميائية معينة. حكينا المستقبل هو زي الكبسة، ممكن يكون عبارة عن channels أو قنوات لعبور الأيونات المختلفة، ماشي. ممكن يكون هوية identity protein زي ال MHC، ممكن carrier protein بروتين ناقل بتعامل مع الأيونات وغير الأيونات، صح ولا لا؟ فأغلب وظائف السيل ممبران مشتقة من هاي ايش البروتينات الموجودة أصلا في السيل ممبران، ماشي. حكينا كمان انه السيل ممبران يعتبر هو زي ايش الحاجز الفاصل بين مين وما بين مين ومين، بين ما يوجد داخل الخلية وما يوجد خارج الخلية، ماشي. لما جينا احنا نحكي في عنا هنا صورة للموضوع، ماشي. حكينا انه انا الخلية في جواتها مية ICF اللي هو الانترا سيلولار فلويد، وفي براها مية اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد. فحكينا انه السيل ممبران او البلازما ممبران هذا الغشاء البلازمي اللي بيحيط بالخلايا، ماشي، بفصل ما بين الخلية، ماشي، وما بين خارج ايش الخلية. يعني وكأنه الخلية دار وانا حوالين هذا الدار في عندي سور، تمام. فهذا السور هو مين؟ هو السل يعني ممبران، تمام. وهذا اللي احنا حكينا عنه انه في عندنا شيء اسمه سيلكتيف بيرميابيليتي. حكينا انه انا السيل ممبران ما بيخلي يعني ما بيخلي كل المواد تعبر هيك، لا، هو في مواد بيخليها تعبر وفي مواد ايش ماله ما بيخليها تعبر كويس، تمام. في عندنا سيلكتيف بيرميابيليتي على حسب ايش؟ حسب المادة، في مواد بتعبر وفي مواد يعني ايش لا، تمام. طيب، في وظيفة ثالثة ما حكينا عنها صراحة بالفيديو الماضي، وظيفة ثالثة يعني للسيل ممبران، وهي الوظيفة عبارة عن السيل تو سيل ايش ماشي كونكشن، او الكونكشن بتوين ذا سيلز. هس احنا بنعرف انه جسم الانسان عبارة عن مليارات من الخلايا، صح؟ طب بدك تسأل حالك انه هاي الخلايا كيف ملزقة ببعض؟ يعني هاي الخلايا هيك طايرة بالهواء يعني او بالفراغ، ولا في روابط معينة بتربط الخلايا وبتشبك الخلايا مع بعض؟ الجواب لا، في انا في عندي فعليا ايش؟ في عندي يعني روابط، ماشي، بتلزق الخلايا مع بعض، ماشي. هاي الروابط اللي بتربط الخلايا المختلفة يعني مع بعض بنسميها junctions. وهنا في عندنا صورة لموضوع الجنكشنز، هيها أمامكم. زي ما انتم شايفين بهاي الصورة في عندي سيل 1 أو الخلية يعني واحد، وهي هون الخلية ايش؟ اثنين، تمام. لاحظوا معي انه انا هذول الخليتين في اكثر من رابطة ايش يعني بتوصلهم مع بعض، ماشي. هسه احنا في عنا اجمالا يعني ثلاث انواع اساسية من الجنكشنز، ماشي. جنكشن يعني رابطة، اوكي. ففي عنا تايت جنكشنز، في عنا ديزموزومز، وفي عنا جاب جنكشنز، ماشي. فبهمني تعرف انه هاي وظيفة اخرى او وظيفة ثالثة للسيل ممبرين غير الوظائف المشتقة من البروتينات اللي فيه، وغير انه هو حاجز بفصل ما بين داخل الخلية وما بين خارج الخلية. بدي اياك تعرف انه انا السيل ممبرين ايضا ماشي بساعد انه الخلايا تلزق مع بعض، تلتصق مع بعض او ترتبط مع بعض، هاي هي الفكرة. طيب شو الشغلات اللي بتخلي الخلايا يعني ترتبط مع بعض؟ ماشي، في عندك صراحة هم شغلتين. الشغلة الأولى هي الجنكشنز اللي أنا هون ورجيتكم إياها، هي ظاهرة أمامكم بالصورة زي ما حكينا. والجنكشنز في منها أنواع تايت جنكشنز وديزموزومز،
وجاب جنكشنز. هسه انا ما بدي ادخل بالتفاصيل انه شو بيختلف كل نوع عن نوع ثاني، بس اعرف لي انه في عندنا شيء اسمه جنكشنز بيربط بين الخلايا. طيب في شغله ثانيه برضه بتساعد بانها تربط بين الخلايا، ماشي، غير موضوع الجنكشنز. بنرجع لموضوع الجلايكو شكالكس، او اللي هو بمعنى اخر ايش، نيجاتيفلي شارجد ماشي كربوهيدراتس. اذا ذاكرين بالفيديو الماضي حكينا انه انا الكربوهيدرات الموجودين بالسيل ممبرين ماشي، اللي هم مين، اللي هم الجلايكو بروتينز والجلايكو ليبيدز. الجلايكو بروتينز والجلايكو ليبيدز اللي هم السكريات الموجودين في الغشاء البلازمي بيعطوا نيجاتيف تشارج لمين، للسيل ممبرين. هسه هاي الجلايكو بروتينز والنيجاتيف تشارج تاعها ماشي برضه بيساعد بالسيل تو سيل يعني اتاتشمنت، او السيل تو سيل يعني ايش، كونكشن، تمام. فاذا انا يعني ممكن يجيك سؤال في الامتحان انه ايش الشغلات اللي بتربط الخلايا مع بعض، بتقول له جنكشنز رقم واحد بانواعهم المختلفه، تايد جنكشنز، ديزموزومز او جاب جنكشنز ماشي. والشغله الثانيه اللي هي ايش، النيجاتيفلي شارجد كربوهيدراتس الموجودين عندي في السيل ممبرين، فهم برضو بيساعدوا بموضوع ايش، الربط بين الخلايا، الكونكشن او الاتاتشمنت او الادهيجن، سميه اللي بدك اياه، تمام. فيعني بس يعني هاي كانت زي ما تقول ايش، وظيفة زيادة للسيل ممبرين ما حكينا عنها بالفيديو الماضي، فحبيت بس انوه لإلها ايش هون. طيب الموضوع الثاني بالنسبة للهوميوستاسيس، بعد ما عرفنا شو يعني خلية وايش تركيب البلازما ممبرين والحكي هذا، بدنا نعرف هو الخلايا في جسمي ايش التنظيم تاعها، او كيف هي موزعة بالجسم، يعني هل هي هيك بالهواء ولا بالفراغ ولا إلها تنظيم معين؟ الجواب إنه هي في إلها إيش؟ في إلها تنظيم معين، تمام؟ هذا التنظيم إيش بحكي لك؟ بحكي لك إنه أنا مجموعة الخلايا بتكون إيش؟ تيشيو. تيشيو يعني نسيج، تمام؟ ومجموعة الأنسجة بتكون أورجان. أورجان يعني إيش؟ عضو. ومجموعة الأورجانز بتكون أورجان إيش؟ سيستمز. خلينا نيجي على السلايد هاي. فهون بحكي لك قاعد عن الليفلز اوف ايش، اورجانيزيشن ماشي. فانت كل ايش، كل سيستم، بتعرف انه انت جسم الانسان فيه عدد من ايش، الاجهزه. يعني مثلا هاي الصوره بتبين الاجهزه المختلفه الموجوده في جسم الانسان. في عندنا مثلا الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الجهاز الدوراني اللي هو القلب يعني والاوعيه الدمويه. في عندنا الريسبيرتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، صح، اللي هو ايش، الرئتين يعني ماشي. في عندك الماسكولار سيستم والسكيليتال سيستم، هون العظام وهون العضلات، صح ولا لا. في عندنا الجهاز الهضمي اللي هو الدايجستيف سيستم. في عندنا الجهاز العصبي اللي هو النيرفس سيستم. في الجهاز المناعي الاميون سيستم. في عندنا الجهاز التناسلي اللي هو الريبرودكتيف سيستم، جهاز الغدد الصماء الاندوكراين سيستم، الجهاز البولي اللي هو اليورينري ايش سيستم. فكل هاي ايش، اجهزه، كل هاي سيستمات مختلفه او اجهزه مختلفه موجوده في جسم الانسان. طب كل جهاز من هاي الاجهزه هو لو انا بدي اجي يعني افككه، هو من ايش بتكون ماشي، بتقدر تمشي هاي الصوره بالعكس. فانت بتحكي مثلا، ناخذ هنا مثال الكارديوفاسكولار سيستم اللي ظاهر عندكم ايش بالصوره، تمام. فالاورجان سيستم هون هو الكارديوفاسكولار كمثال يعني ماشي. فبلاقي انه انا الاورجان سيستم بتكون من عده اورجانز. شو الاورجانز الموجوده هون، اللي هم الهارت القلب يعني، والبلد فيزلز اللي هم الاوعيه الدمويه، هيهم اللي هم بالازرق والاحمر بالصوره يعني ماشي. طيب هذا الاورجان سيستم اذا بتكون ايش، بتكون من مجموعه من الاورجانز ماشي. وبعدين كل اورجان من هاي الاورجانز من ايش بتكون، بتكون من مجموعه من التيشوز اللي هي الانسجه. وكل تيشيو من هاي التيشوز ايش ماله، بتكون من مجموعه من الخلايا، مجموعه من السيلز. وضحت القصه؟ ايوه. يعني مثلا ناخذ مثال غير، يعني مثلا هون الكارديوفاسكولار سيستم، الاورجان سيستم كسيستم بتكون من هارت وبتكون من بلاد فيزلز، تمام. بعدين ايش، الهارت والبلاد فيزلز كل واحد فيهم بتكون من تيشوز. يعني الهارت له تيشوز بتكون منها، والبلاد فيزلز لها تيشوز بتتكون منها. وكل وحده من هاي التيشوز سواء تاعت الهارت او تاعت البلاد فيزلز بتتكون من مجموعه من الخلايا، مجموعه من السيلز. لو ناخذ مثال اخر،
خلينا نقول يعني مثلا ايش المسكولر سيستم، الجهاز العضلي مثلا، ماشي. نفس الاشي الاورجن سيستم هون مين عندنا؟ اللي هو المسكولر سيستم اللي هو الجهاز العضلي، ماشي. طب ايش الاورجنز المختلفه اللي موجوده عندي؟ اللي هي العضلات. يعني احنا جسمنا مليان عضلات زي ما هو مبين بالصوره، صح ولا لا؟ هاي اسمها اورجنز. هسا كل عضله من هاي العضلات او كل اورجن من هاي الاورجنز من ايش بتكون؟ من مجموعه من التشيوز. كل عضله بتتكون من انسجه، صح ولا لا؟ ماشي. وكل نسيج من هاي الانسجه بتكون من مجموعة من الخلايا، مجموعة من السيلز اللي هي الخلايا العضلية أو المسكولر سيلز، تمام؟ وهذا الحكي بينطبق على كل السيستمات، ماشي. فكل الأجهزة اللي في جسمك المختلفة، سواء الجهاز العصبي أو الجهاز الهضمي أو الجهاز المناعي اللي بدك إياه، كلياتهم هاي السيستمات عبارة عن مجموعة من الأورغانز. كل واحدة من هاي الأورغانز عبارة عن مجموعة من التشيوز، وكل واحد من هاي التشيوز هو عبارة عن مجموعة من السيلز، مجموعة من الخلايا، تمام؟ فإحنا جسم الإنسان فعليا هو هيك تركيبته، ماشي. فأنا لما أقول لك إنه جسم الإنسان، ماشي، هو بتكون من مليارات الخلايا، هو هاي الخلايا مش هيك يعني موزعة بشكل عشوائي في الجسم، لا، هو كل مجموعة من الخلايا بتكون تشيو، وكل مجموعة من التشيوز بتكون أورجان معين، وكل مجموعة من هاي الأورجانز بتكون إيش؟ أورجان سيستم، ماشي. وأنا جسمي كلياته بتكون من مجموعة من الأورجان إيش؟ سيستمز، تمام؟ فيعني بدي إياك تعرف إنه هيك تركيبة الجسم. فبكرة بس أحكي لك أنا مثلا شو الكلية، ماشي، أو مثلا شو المخ، أو إيش القلب، او ايش الرئه، بدي اياك تتذكر. خلص مثلا المخ هذا ايش ماله؟ اورجان، صح ولا لا؟ ماشي. هذا الاورجان بتكون من مجموعه من التشيوز، وهي التشيوز بتتكون من مجموعه من الخلايا، ماشي. وهذا الاورجان اللي هو البرين او المخ هو جزء من الجهاز العصبي، جزء من النيرفس سيستم، لانه انا ايش في عندي الى جانب المخ بالجهاز العصبي؟ في عندنا اللي هو النخاع الشوكي، او اللي هو ايش؟ السباينال كورد، تمام. فخلص اتوقع انه هيك وضحت موضوع يعني الاورجنايزيشن، وضح كيف انا كل جسمي ماشي بتكون، تمام. طيب هسه في عندنا بدنا نحكي شوي عن اللي هو خلينا نحكي التناغم، خلينا نحكي التناغم او التناسق ما بين الاورجن سيستمز الموجوده في جسمي، ماشي. هون احنا يعني نقدر هون ندخل فعليا في موضوع الهوميوستاسيس. اذا هون احنا عرفنا شو تركيبه الخليه وشو تركيب الغشاء تاعها، وعرفنا كيف هاي الخلايا بتكون التشيوز، وكيف التشيوز بتكون أورغانز، وكيف الأورغانز بتكون أورغان سيستمز، وكيف جسم الإنسان هو عبارة عن أورغان سيستمز. هسا بدنا نحكي شو يعني هوميوستاسيس. هوميوستاسيس تقدر تحكي عنه انه هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن توازن، ماشي. تقدر تحكي انه عبارة عن توازن، اوكي، يعني بالعامية، ماشي. هذا التوازن لازم يضل موجود، يعني أنا في شغلات معينة في جسمك لازم نحافظ على توازنها، ماشي. هذا هو معنى الهوميوستاسيس. ليش أنا بدي أحافظ على توازنها؟ ماشي، عشان يضل جسمك شغال تمام، عشان يضل جسمك بصحة إيش؟ جيدة. لأنه أنا لو صار في عندي مشكلة في الهوميوستاسيس معناته أنا راح أتعرض لأمراض. يعني حتى أحد التعريفات المعتمدة في كتب الطب للمرض، للديزيز، ديزيز يعني مرض، ماشي، هو disturbance of homeostasis. يعني هذا بمعنى آخر، إذا الهوميوستاسيس خرب في أحد الأورغانز تاعت الجسم، أو في أحد الأورغان سيستمز تاعت الجسم، فهذا الحكي راح يؤدي لحدوث مرض، حدوث مرض بهذا الأورغان أو بهذا، ماشي، الأورغان سيستم، تمام؟ طيب هسا عشان نفهم الهوميوستاسيس أكثر، خلينا نرجع على هاي الصورة اللي بتكون علاقة الخلية بالسوائل اللي حواليها. هسا احنا حكينا بالفيديو الماضي انه انا جسمي ماشي فيه فلويدز، فيه مي، ماشي. وموضوع البادي فلويدز راح نشرحه بالتفصيل ان شاء الله بفيديو او بفيديوهين يعني لحاله، ماشي. لكن مبدئيا انا جسمي مليان مية، ماشي. يعني انا تقريبا 60% من جسمك عبارة عن مية. طب هاي المي وين موجودة؟ هاي المي موجودة داخل الخلايا تاع جسمك، وبرضه خارج الخلايا تاع جسمك. يعني انت جسمك يعني اغلبه مية، صح ولا لا؟ او نسبة كبيرة منه مية. هسا هاي المية بنسميها احنا TBW، اللي هي Total Body Water، ماشي، اللي هي كمية يعني ايش؟ السوائل او المية الموجودة جوا جسمك. هسا هاي Total Body Water، ماشي، بتنقسم لقسمين. في عنا مية موجودة داخل الخلايا اللي هي الـ ICF أو الـ Intracellular Fluid، وفي عنا مية موجودة خارج الخلايا اللي هي الـ Extracellular Fluid، أوكي؟ إذن في مية جوا الخلايا اللي هي ICF، وفي عنا مية برا الخلايا اللي هي اسمها ECF، Extracellular Fluid،
ماشي. طبعا كلمة اكسترا ما هي يعني برا، اما هون كلمة انترا معناها جوا، يعني بس للتنويه. هسا الاكسترا سيليولر فلويد او المية الموجودة خارج الخلايا تنقسم لقسمين زي ما هو مبين بالصورة، ماشي. في مية موجودة جوا الاوعية الدموية، ماشي، اللي هي البلازما او البلد، اللي هو الدم بكل بساطة، ماشي. ما هو ايش يعني وعاء دموي؟ الوعاء الدموي هو عبارة عن تيوب، عبارة عن انبوب، ماشي. هاي الانابيب او هاي المواسير، ماشي، بيمشي فيها دم، تمام. فكل الانابيب الموجوده في جسمي، كل الاوعيه الموجوده في جسمي اللي هي عباره عن انابيب او مواسير او برابيش، تخيلها هيك انها بربيش او انبوب او إشي زي هيك، كل هاي الانابيب، ماشي، او البرابيش، ماشي، اللي بيمشي فيها دم، ايش بنسميها؟ بنسميها بلاد فيزلز، بنسميها اوعيه دمويه، تمام. فانا السوائل اللي موجوده خارج الخلايا اللي هو الاي سي اف، في جزء موجود جوا الدم اللي هو سميناه البلاد بلازما او الانترا فاسكولار فلويد، بمعنى اخر انترا يعني جوا، فاسكولار يعني دموي، وفلويد يعني الفلويد الموجود جوا الدم اللي هو الدم يعني بمعنى اخر، تمام. وفي عندنا سوائل موجوده خارج الاوعيه الدمويه، هس اللي هي بنسميها انترستيتشال فلويد، اللي هي السائل بين الخلوي. هسا الانترستيتشال فلويد هو سائل موجود برا الخلايا لكنه بنفس الوقت مش موجود يعني جوا الدم، يعني جاي زي كأنه حد فاصل، زي كأنه عبارة عن خط بفصل ما بين الخلايا وما بين ايش؟ الدم، تمام. فالفلويد اللي بفصل بين الخلايا وبين الدم، ماشي، ايش بنسميه؟ انترستيتشال ايش؟ فلويد، اوكي، او سائل ما بين الخلوي، لانه موجود بالخلايا بس بنفس الوقت لا يعتبر جزء من الدم، ما إلوش علاقة بالدم اللي بيجري إيش بالأوعية الدموية، ماشي. طبعا هنا في مجموعة من الأرقام والنسب، هاي إن شاء الله رح نشرحها بالفيديو القادم لما نحكي عن موضوع يعني البودي فلويدز، بس يعني حبيت أحكي عن تقسيمة الفلويدز هاي عشان إيش نفهم موضوع الهوميوستاسيس أكثر. هسا لو نيجي على تعريف الهوميوستاسيس اللي موجود في كتب الفسيولوجي، شو بقول لك؟ بقول لك إنه الهوميوستاسيس هو عبارة عن regulation of certain parameters to stay within normal range inside the internal environment، ماشي، despite changes in external environment. أيوة، طيب شو يعني هذا التعريف؟ يعني هذا تعريف يعني هيك شوي معقد بالنسبة للهوميوستاسيس، خلينا إيش نفكفكه شوي شوي. هسا بقول لك الهوميوستاسيس عبارة عن عملية تنظيمية أو توازنية، لأنه الهوميوستاسيس عبارة عن تنظيم أو عبارة عن توازن لازم الجسم يحافظ عليه عشان تضل خلاياك مبسوطة وشغالة بشكل سليم، تمام. هسا بقول لك إنه أنا بعمل ريجوليشن أو تنظيم لقيم معينة of certain parameters، parameters يعني قيم أو values أو variables، تمام. هاي البارامترز أو الفاريبلز لازم نضلها ضمن رينج معين، تمام، أو ضمن يعني نطاق معين. يعني مثلا ضغط الدم، أكيد سمعتوا عن ضغط الدم، لازم يكون إيش؟ ضمن رينج معين. سكر الدم، الجلوكوز تاع الدم برضو لازم يضله إيش؟ ضمن رينج معين. دهون الدم لازم ضمن رينج معين. درجة حموضة الدم، البي اتش يعني تاع الدم، برضو لازم يضله ضمن إيش؟ رينج معين، وهكذا. فكل هاي البارامترز لازم إحنا نحافظ عليها إنها تضلها ضمن رينج معين عشان إيش؟ عشان خلايا جسمك تضلها شغالة، تمام. بس هون ذكر لي بالتعريف شغلتين، internal environment و external environment، يعني بيئة داخلية اللي هي internal environment وبيئة خارجية اللي هي external environment. طب شو يعني هاي وإيش يعني هاي؟ خلينا نرجع هون على الصورة تاعتنا. هسا البيئة الخارجية، ماشي، هي إيش؟ البيئة الخارجية هو كل إشي موجود حوالينا، تمام؟ يعني أي إشي موجود خارج جسم الإنسان أو البيئة اللي موجودة خارج جسم الإنسان اللي هي البيئة اللي إحنا عايشين فيها نعتبرها بيئة خارجية أو external environment، أوكي؟ يعني مثلا الغرفة اللي أنت قاعد فيها هاي external environment، المدينة اللي انت عايش فيها هاي external environment، الدولة اللي انت عايش فيها هاي external environment، اوكي. فأي اشي حواليك، ماشي، من هواء، من مية، من غابات، من مباني، من الغرفة اللي انت قاعد فيها، ماشي، الكرسي اللي انت قاعد عليه، كل هاي الشغلات اللي موجودة حواليك، الشغلات اللي هي لا تعتبر جزء من جسمك، الشغلات اللي موجودة خارج جسم الإنسان نعتبرها بيئة خارجية external environment، ماشي. أما البيئة الداخلية اللي هي الانترنال انفايرومنت، فهي البيئة اللي بتعيش فيها خلاياك. مش احنا حكينا انه جسم الانسان عبارة عن مجموعة من الخلايا،
هاي الخلايا ماشي بتعيش في بيئة داخلية جوا جسم الإنسان. هاي البيئة الداخلية اللي موجودة جوا جسم الإنسان بنسميها إحنا internal environment. ماشي. طب internal environment هو إيش يساوي؟ يساوي الـ ECF. ماشي. اللي هو مين؟ اللي هو الإكسترا سيليولار فلويد. آه طب ليش؟ لأنه لما تيجي أنت تتطلع على هاي الصورة بتلاقي إنه جسمك ماشي مجموعة من الخلايا، هاي خلية، هاي خلية، ولازم هون في خلية وهون خلية، كله خلايا صح ولا لا؟ هسا هاي الخلايا ماشي في خارجها ماشي مية، يعني هي الخلايا زي كأنها سمك. كيف السمك عايش بالمية وبسبح بالمية؟ خلايا جسمك نفس الفكرة، خلايا جسمك ماشي محاطة بالمية من جميع الجهات. ماشي. اللي هي إيش هاي المية اللي برا الخلايا حكينا إيش منسميها؟ منسميها ECF أو Extracellular Fluid. أوكي. فهسا هاي البيئة الداخلية اللي عايشة فيها خلاياك ماشي، هاي المية اللي قاعدة اللي موجودة فيها خلايا جسمك لازم إنه إحنا نحافظ على البارامترز الموجودين فيها، يضلهم إيش طبيعيين، يضلهم within normal range عشان هاي الخلايا تشتغل تمام. يعني بمعنى آخر إذا أنا البيئة هاي كلها البيئة اللي موجودة خارج الخلايا أمورها تمام، سواء الـ ECF سواء كان الـ interstitial fluid أو كان الـ intravascular fluid اللي هو الدم ماشي، سواء هذا أو هذا ماشي، فإحنا لازم نحافظ على القيم اللي موجودة فيهم أو على البارامترز الموجودة فيهم إنها ضلها طبيعيين. فإذا البيئة اللي خارج الخلايا صحية بمعنى آخر ومتوازنة، فخلايا جسمك إيش مالها؟ راح تشتغل بالشكل إيش الصحيح. ففكرة الهوميوستاسيس بكل بساطة والفكرة اللي بيقوم عليها كل هذا الشابتر أصلا بالفسيولوجي هو إنه أنت خلايا جسمك هاي ماشي عايشة في بيئة داخلية اللي هي سميناها internal environment. هاي البيئة الداخلية هي عبارة عن إيش؟ فلويد، عبارة عن ECF، عبارة عن سوائل موجودة برا الخلايا. فإذا كانت هاي السوائل الموجودة برا الخلايا أمورها تمام، يعني بمعنى آخر إنها متوازنة، التوازن فيها أموره تمام، يعني ضغط الدم تمام، سكر الدم تمام، مثلا درجة حموضة الدم تمام إلى آخره، فخلايا جسمك معناته إيش؟ راح تشتغل بالشكل الصحيح. هذا هو إيش التعريف أو الديفينيشن تاع الهوميوستاسيس. ماشي. فهاي النقطة اللي أنا كاتبها هون في السلايد هي تعريف إيش الهوميوستاسيس. طبعا بحكي لك إنه أنا الجسم يسعى، جسم الإنسان يسعى إنه ينظم هاي البارامترز الموجودة في الانترنال انفايرمنت، أو يعني يسعى لتنظيم والمحافظة على اتزان البيئة الداخلية الانترنال انفايرمنت عشان خلايا جسمك تشتغل تمام حتى لو صار تغيرات في البيئة الخارجية. despite يعني معناها بالعربي على الرغم من، على الرغم من أي تغيرات خارجية ممكن تصير في البيئة الخارجية. تمام. يعني مثلا أنا لو كنت سواء يعني قاعد بغرفة باردة أو غرفة دافية، خلص لازم القيم تضلها زي ما هي، سواء أنا عايش بالمدينة أو عايش بغابة أو عايش بقرية لازم برضو القيم تضلها زي ما هي، سواء أنا عايش بالثلج بالقطب الشمالي أو الجنوبي أو عايش بالصحراء، فلازم الجسم أنه يتكيف ويحافظ على الـ internal environment أنها تضلها متوازنة. فمهما تغيرت الظروف اللي أنت عايش فيها بحاول جسمك قدر الإمكان أنه يحافظ على بيئة صحية للخلايا اللي هي البيئة الداخلية الـ internal environment أو الفلويد اللي برا الخلايا اللي هو الـ ECF. طول ما الـ ECF أموره تمام فخلاياك إيش مالها بتكون أمورها تمام وشغالة بالشكل الصحيح. ماشي. هسا عشان نفهم إحنا أكثر الهوميوستاسيس يعني لازم نأخد أمثلة. ماشي. وهاي الأمثلة إحنا فعليا راح نطبقها على مين؟ راح نطبقها على اللي هو الـ Harmony of Organ Systems. نشوف يعني نأخذ هيك نبذة سريعة أو نظرة سريعة عن إنه كيف أجهزة جسم الإنسان شغالة بمبدأ الهوميوستاسيس وكيف في بيناتها سبحان الله يعني توافق وتناغم عشان إيش جسمك يضله شغال بالشكل الصحيح. ماشي. هسا عشان نفهم شوية كيف خلايا جسمك يعني شغالة بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم. ماشي. في عنا إشي اسمه supply products وفي عنا إشي اسمه waste products. أوكي. طيب خلينا نكتب شوي هون. طيب إذا أنا في عندي إشي اسمه supply products وفي عنا إشي اسمه waste products. أوكي. إيش يعني هذا الكلام؟ هسا خلايا جسمك ماشي عشان تضلها عايشة
وتضلها شغالة بالشكل السليم، ماشي، لازم تحافظ على ايش، رينج معين من الميتابوليزم، او يعني كمية معينة من عمليات الايض. انتوا اخذتوا بمادة البيو، ماشي، انه في عندنا اشي بالجسم اسمه ميتابوليزم او عمليات الايض، ماشي. بكل بساطة الميتابوليزم هو عبارة عن مجموعة، ماشي، من التفاعلات الكيميائية اللي بتصير يعني داخل الخلية، هدفها انه الخلية تضلها عايشة عشان الخلية تقدر انها تقوم بالوظائف تاعتها. يعني انا عشان ابسط لك اياها، عشان الخلية تضلها عايشة، عشان الخلية تضلها عايشة ما تموت، ماشي، لازم انه الميتابوليزم يضله ضمن رينج معين، ماشي، لازم يضله ضمن كمية معينة، تمام؟ فهاي هي الفكرة. هسا عشان الخلية تحافظ على الميتابوليزم، ماشي، تاعها، وبالتالي تضلها عايشة وتضلها شغالة بالشكل ايش المناسب، ماشي، لازم انه انا ازودها بإشي اسمه سبلاي برودكتس، ماشي، واسحب منها إشي اسمه ويست ايش برودكتس، تمام؟ هسا ايش الفكرة هون؟ الفكرة هون السبلاي برودكتس هي المواد اللي بتحتاجها الخلية عشان تضلها عايشة، عشان تحافظ على الميتابوليزم تاعها. زي مين؟ زي الأكسجين مثلا، تمام؟ الأكسجين أحد أشهر وأهم السبلاي برودكتس اللي بتحتاجها الخلية. زي كمان الجلوكوز اللي هو إيش، السكر بمعنى آخر، أحد أنواع السكريات، ماشي. ليش؟ لأنه الخلايا تستخدم الأكسجين والجلوكوز لإنتاج الطاقة، صح ولا لا؟ لإنتاج الـ ATP. وحكينا انه هذا الحكي وين بتم تحديدا؟ في الميتوكوندريا الموجودة داخل ايش، الخلايا. ممكن كمان تحكي الفيتامينز، الفيتامينات في جسمي إلها وظائف معينة، فهاي الفيتامينات برضو من السبلاي برودكتس اللي بتحتاجها الخلايا. ممكن كمان تحكي انت الماينرالز او المعادن اللي هي زي الايونات الموجودة في جسمي، ماشي. ممكن هنا انت تحكي مثلا الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، كل هاي الشغلات، وضيف عليها الحديد اللي هو الايرون مثلا، النحاس، الكوبر، ماشي، كل هاي شغلات موجودة في جسمي. فكل هاي المكملات الغذائية، ماشي، تعتبر امثلة على السبلاي برودكتس اللي بتحتاجها خلايا جسمي عشان تنتج طاقة وعشان تضلها عايشة وتحافظ على الميتابوليزم تاعها، وبالتالي تأدي وظائفها بشكل سليم. واذا خلايا جسمي مأدية وظائفها بشكل سليم، معناته ايش؟ معناته الاورجان سيستمز مأدية وظائفها بشكل سليم، لانه الاورجان سيستمز بالنهاية هي عبارة عن مجموعة من الخلايا، صح ولا لا؟ بالنهاية، صح؟ اما الويست برودكتس فهي الفضلات تاعت الخليه، او بمعنى اخر هي المواد اللي ما بتحتاجها الخليه، ماشي. طيب من وين اجت هاي الويست برودكتس؟ اجت من عمليه الميتابوليزم. فانا بمعنى اخر عمليه الميتابوليزم اللي بتحتاجها الخليه عشان تنتج طاقه وتحافظ على نشاطها الخلوي وتضلها عايشه وتؤدي وظيفتها، خلال عمليه الميتابوليزم، خلال هاي تفاعلات الايض، ماشي، بتم ايش، بصير عندي اشي اسمه consumption of supply products. يعني بمعنى آخر أنا supply products اللي حكيت عنها فوق بتم استهلاكها بعملية الميتابوليزم، and إيش، and production of waste products، ماشي. فإذا هاي عملية الميتابوليزم، هاي عمليات الأيض اللي بتصير عندي داخل الخلايا في جسمي، ماشي، بتستهلك supply products، ماشي، اللي أنا حكيت أمثلة عليهم زي الأكسجين والجلوكوز والفيتامينات والأيونات والحديد، كل هاي المواد الغذائية المفيدة اللي بتحتاجها الخلية عشان تضل عايشة، هاي كل هالمواد بتم استهلاكها، بصير لها إيش، consumption أو استهلاك، يعني ماشي، بخلال عملية الميتابوليزم. وبالمقابل عملية الميتابوليزم بتنتج لي إيش، تعمل لي production لwaste products. فبرضو نتيجة هاي عملية الأيض أو يعني الميتابوليزم، بتم عندي ايش، انتاج ويست برودكتس او فضلات يعني خلويه جاي من الخليه. زي ايش؟ زي مثلا السي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، هاي من الشغلات اللي بتم انتاجها كجزء من ايش، الميتابوليزم. زي مثلا اللاكتيك اسيد، احد انواع ايش، الاحماض اللي برضه بتم ايش انتاجها. الله اكبر، الله اكبر، اهلا وسهلا ذكر الله. ففي عندنا سي او 2، في عندنا لاكتيك اسيد، ماشي، ويست برودكتس، ماشي، في عندنا مثلا امونيا، في عندنا يوريا الى اخره، تمام. ففي عندنا اذا انا مجموعه من الويست برودكتس، ماشي، بتم انتاجها من قبل الخلايا كجزء من عمليه الميتابوليزم، ماشي. هاي الويست برودكتس الخلايا ما بدها اياها، بدها تتخلص منها، تمام، زي السي او 2، زي الامونيا، زي اللاكتيك اسيد، اليوريا الى اخره، ماشي، ايوه. اذا انا لو حدا سالك، انا بدي اياك تفهم
احنا قلنا انه احنا الفسيولوجي فهم مش حفظ. لو حدا سألك انه خلايا جسمك هاي خلايا جسمك هاي كيف شغالة، بغض النظر إيه عن انو organ system انا بحكي، سواء بحكي عن المخ او بحكي عن القلب او بحكي عن الكبد او بحكي عن الكلى، بغض النظر ماشي، هاي الخلايا شغالة بنفس المبدأ انه فيها ميتابوليزم، فيها عمليات ايض، فيها تفاعلات كيميائية معينة. هاي التفاعلات الكيميائية المعينة ضرورية لانتاج الطاقة وللحفاظ على انه الخلية ضلها عايشة ماشي، عشان تقدر هاي الخلية تقوم بوظائفها المعينة، لانه انت بتعرف كل يعني كل عضو في جسمك له وظيفة ايش معينة. تمام، خلال عملية الميتابوليزم هاي أنا في شغلات بستهلكها وفي شغلات بنتجها كجزء من الميتابوليزم تاعي. الشغلات اللي أنا بستهلكها هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن سبلاي برودكتس، عبارة عن مواد ماشي بتحتاجها الخلية لإنتاج إيش؟ لإنتاج طاقة ولعملية الميتابوليزم، يعني ماشي زي الأكسجين، زي الجلوكوز، زي الفيتامينات، زي الحديد مثلا إلى آخره. وبالمقابل خلال عملية الميتابوليزم بتم إنتاج مجموعة من الويست برودكتس أو مجموعة من الفضلات الخلوية ماشي اللي الخلايا تاعت الجسم بتحاول تتخلص منها ماشي، زي CO2 واللاكتيك أسيد واليوريا والأمونيا إلى آخره ماشي بتحط. فلازم تعرف شو يعني ميتابوليزم وإيش أهميته، ولازم تعرف شو يعني سبلاي برودكتس، ولازم تعرف شو يعني ويست برودكتس ماشي. هسا هذا الحكي مهم ليش؟ عشان تقدر تفهم كيف جسمك شغال بشكل عام. هسا بنقدر نحكي أمثلة على موضوع اللي هو إيش، موضوع الهوميوستاسيس، كيف الأورجان سيستمز يعني شغالة في جسمك ماشي بشكل متناغم ومتناسق. هذا السلايد زي ما حكيت قبل شوي ببين لك الإيش، ببين لك الأورجان سيستمز المختلفة اللي فعليا شغالة بجسمك. رح نحكي عنهم بشكل سطحي هون بس ليش؟ لأنه أنتوا إن شاء الله بس تأخذوا إشي اسمه سيستمات، رح تشرح رح تأخذوا يعني بسنة ثانية وثالثة رح تأخذوا فيسيولوجي هاي السيستمات بالتفصيل. يعني مثلا بس تأخذوا الكارديوفاسكولار سيستم رح ينشرح لكم الفيسيولوجي تاع الكارديوفاسكولار سيستم بالتفصيل. لما تأخذوا النيرفس سيستم مثلا رح ينشرح لكم برضو فيسيولوجي النيرفس سيستم بالتفصيل. فأنا هون بس بدي أكون سطحي جدا ماشي عشان يعني بس أبين يعني فكرة الهوميوستاسيس. تمام، طيب هسا أول إشي الكارديوفاسكولار سيستم مسؤولة عن إيش؟ مسؤولة عن ضخ الدم لمختلف أجزاء الجسم. إحنا عارفين إنه القلب هو مضخة إيش؟ مضخة الجسم، صح ولا لا؟ والقلب بضخ دم، والدم حكينا وين بيمشي؟ بيمشي بمواسير أو أنابيب سميناها أوعية دموية اللي هي blood vessels، وهيها بالصورة في إشي لونه أحمر اللي هو الشرايين، وفي إشي لونه أزرق اللي هو الأوردة، صح ولا لا؟ هسا الفكرة بكل بساطة يا إخوان انه انا ماشي بدي يعني هون احكي فكرة السبلاي برودكتس والويست برودكتس والميتابوليزم. هسا خلايا جسمي حكيت قبل شوي انه هي ايش، عشان تضلها عايشة تحتاج تحافظ على ماشي سرعة معينة او كمية معينة من الميتابوليزم من خلال انه انت توصل لها سبلاي برودكتس بشكل كافي وتأخذ منها برضو ويست برودكتس ايش بشكل كافي، صح ولا لا؟ ماشي، فخلايا الجسم ايش مالها؟ تحتاج دم. The cells of your body خلينا نحكي need blood. ليش هي بتحتاج دم؟ يعني ليش أنا لازم الدم يوصل لخلايا جسمي؟ بكل بساطة لأنه أنا الأرتيريال blood اللي هو الدم الشرياني اللي موجود في الشرايين اللي بيكون لونها أحمر برسمات يعني الكتب ماشي، because arterial blood إيش ما contains supply products. تمام، فهذا الدم الشرياني بيروح على هاي الخلايا عشان يعطي هاي الخلايا اللي بتحتاجه من السبلاي برودكتس زي الأكسجين والجلوكوز والحكي هذا كله ماشي. بنفس الوقت الفينوس بلود أو الدم الوريدي اللي موجود بالأوردة اللي هي يعني بترسم باللون الأزرق بالكتب ماشي، إيش ماله؟ بيحتوي على الويست برودكتس. تمام، فهذا الأوردة بتسحب الويست برودكتس من الخلايا. فهذا الفينوس بلود او الدم الموجود في الاورده ماشي، هذا ايش وظيفته؟ انه ياخذ الويست برودكتس من الخلايا ماشي عشان يعني هاي الخلايا تتخلص من هاي الويست برودكتس زي السي او 2 والامونيا واللاكتيك اسيد والحكي هذا كله. فلو نرجع احنا على الصوره تاعتنا هون ماشي، هاي هون انا في عندي خلايا، هاي خليه وهاي خليه، وهون عندي الدم هاي داخل وعاء دموي زي ما انتم شايفين،
وهون عندنا interstitial fluid. المهم هسه هذا الدم ماشي، ما لاحظ انه فيه لونين، فيه لون احمر وفيه لون ايش ازرق. دائما اللون الاحمر هو ايش، هو الدم اللي فيه اكسجين، هو الدم اللي فيه سبلاي ايش برودكتس، اللي هو الدم الشرياني اللي هو الارتيريال يعني ايش بلد هون، تمام. اما هون الدم اللون ازرق فهو الدم اللي ما فيش فيه اكسجين ماشي، او اللي فيه الاكسجين بكميه قليله، وبيحتوي هذا الدم بالعاده على فضلات، بيحتوي على ويست برودكتس. هذا الدم بنسميه احنا الدم الوريدي او اللي هو الفينس بلد. فالفكره انه هذا الدم راح يجي هون يعطي هذا الارتيريال بلد او الدم الشرياني، راح يعطي لهاي الخلايا اللي بتحتاجه من السبلاي برودكتس، بعدين راح يجي هذا الدم الوريدي ماشي ياخذ من هاي الخلايا الويست برودكتس اللي ما بتحتاجهم، تمام. فهاي هي وظيفة ايش الجهاز الدوراني او الكارديوفاسكولار سيستم، انه يوصل دم يحتوي على سبلاي برودكتس للخلايا اللي هو دم شرياني، وبنفس الوقت يوصل دم ياخذ الويست برودكتس من هاي الخلايا عشان ما تتراكم الفضلات بالخلية. وهذا الدم اللي باخذ الفضلات سميناه احنا الدم الوريدي او اللي هو الفينس بلد. هسا الفكرة انه انا الاكسجين من وين بيجي؟ بيجي من الريسبيراتوري سيستم، اوكي، اللي هو ايش الجهاز التنفسي. هسا احنا عارفين انه الرئتين وظيفتهم ادخال الاكسجين واخراج ثاني اكسيد الكربون، تمام. فالفكرة هون برضو بدنا نرجع على فكرة السبلاي برودكتس والويست برودكتس. مين اهم سبلاي برودكت موجود عندنا؟ الاكسجين. اي والاكسجين هذا من وين جاي؟ جاي من الرئتين. طب ومين اهم ويست برودكتس موجود عندي؟ اللي هو CO2. طب هذا CO2 انا كيف بدي اتخلص منه كخلية؟ هو بيتم انتاجه جوا الخلايا كجزء من الميتابوليزم، لكن انا كيف بدي اتخلص منه؟ من خلال الرئتين، ماشي. فالفكرة انه هذا القلب المضخة اللي بضخ الدم لمختلف اجزاء الجسم، هذا القلب من وين باخذ اكسجين؟ باخذ اكسجين من الرئتين، ماشي. فالفكرة انه بيجي هذا القلب على الرئتين ماشي، بقول للرئتين انه انا بدي اكسجين عشان انا بدي اوصل هذا الاكسجين لخلايا الجسم كجزء من السبلاي برودكتس عشان تحافظ على الميتابوليزم. فبتروح الرئتين شو مالها؟ معطية اكسجين لمين؟ للقلب. بنفس الوقت القلب بروح معطي الرئتين ايش؟ CO2. بيحكي للرئتين انه هذا CO2 ما بتحتاجه الخلايا، تمام. هذا CO2 هو فضلات خلوية، فبتروح الرئتين مطلعة ايش CO2 لبرا، ماشي. فلاحظ انه في عندي علاقة وطيدة ماشي ما بين الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الجهاز الدوراني، وما بين الريسبيراتوري ايش سيستم اللي هو الجهاز ايش التنفسي، تمام. هسا بنفس المبدأ في عنا الماسكلو سكيليتال سيستم. يعني صراحة احنا بالعادة الجهاز العضلي والجهاز الهيكلي اللي هو العظام والعضلات الموجودة في جسمك نعتبرها جهاز واحد، بنسميه احنا ماسكلو سكيليتال سيستم او الجهاز العضلي الهيكلي. هسا بكل بساطة العضلات او العظام والمفاصل والحكي هذا كله مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن الموبيليتي او الموتيليتي، مسؤول عن الحركة تاعتنا، مسؤول عن الموشن تاعنا او عن الموفمنت يعني تاعتنا. فانا عشان اقدر امشي او عشان اقدر اركض او عشان اقعد او اقوم، يعني كل الحركات اللي انا بسوي فيها اللي انا بسويها او احرك ايدي احرك رجلي، كل هاي الحركات اللي انا بسويها هي من وين جاي؟ من انو سيستم؟ مين السيستم اللي مسؤول عنها؟ السيستم المسؤول عنها هو الماسكلو سكيليتال سيستم، تمام. فالماسكلو سكيليتال سيستم برضو بيساعدني في موضوع السبلاي والويست برودكتس. ليش او كيف يعني؟ لانه انا مثلا جعت فبدي اروح اكل، الاكل ايش ماله؟ الاكل عباره عن سبلاي برودكتس، ماشي، لانه بيحتوي على ايش؟ فيتامينات، وبيحتوي على ايونات، وبيحتوي على بروتينات، وبيحتوي على دهون، وبيحتوي على ماشي سكريات، صح ولا لا؟ ماشي. فانا كل هاي السبلاي برودكتس فعليا اللي موجوده في الاكل بقدر ايش؟ اني انا اروح اكلها. وكيف انا طب رحت على المطبخ مثلا؟ من خلال الحركه، من خلال الماسكلوسكيليتال سيستم. او اذا انا عطشت مثلا فانا من خلال الحركه بروح بشرب مي، صح؟ ماشي. بنفس المبدا انا بتخلص او بيساعدني جهاز الماسكلوسكيليتال سيستم بانه انا برضو اتخلص من الويست برودكتس. يعني لانه لو انا حشرت مثلا، لو انا صرت بدي حمام او بدي اتخلص من الفضلات تاعتي سواء كانت براز او كانت بول، فالجهاز العضلي الهيكلي بيساعدني اني انا اوصل للحمام، صح ولا لا؟ ماشي. وايش؟ وافرغ فعليا هاي الويست برودكتس ماشي بالحمام، تمام.
فالحركة مهمة يعني برضو. حتى الحركة لاحظ كيف انه ايش إلها دخل بموضوع السبلاي برودكتس وإلها دخل بموضوع الويست ايش برودكتس. طبعا كمان الحركة في إلها وظائف أخرى، يعني مثلا ممكن أنا ألعب رياضة من خلال الحركة، والرياضة مفيدة للجسم، ممكن أحمي حالي. يعني مثلا لو في أنا صخرة بدها توقع على راسي، من خلال الحركة ببعد عن هاي الصخرة مثلا، صح ولا لا؟ فيعني في وظائف ثانية للحركة غير إنها بتساعدني أكل وأشرب وأتخلص من الفضلات، فهي بتساعدني إني أنا أنتقل من مكان لمكان لأي غرض إن كان، عشان أدرس، عشان أشتغل إلى آخره، وبتساعدني أحمي حالي، صح ولا لا؟ يعني لو كان قدامي أسد مثلا، فأنا راح أركض، راح أهرب منه، ماشي. هذا برضو مين بيساعدني؟ في الماسكولوسكيليتال سيستم. فهاي يعني شوف، لاحظ كيف في تناغم بين سيستمات الجسم. الجهاز الهضمي مثلا اللي هو الدايجستيف سيستم، هو ايضا مرتبط بشغله السبلاي برودكتس والويست برودكتس. ليش؟ لانه انا الجهاز الهضمي ماشي مسؤول عن ايش؟ شغلتين، دايجستشن اند ابزوربشن، او بمعنى اخر الهضم اللي هو دايجستشن، وابزوربشن يعني امتصاص. فاي شيء انا باكله او بشربه فعليا ماشي بتم هضمه، ماشي. فكره الهضم انه انا بتم تكسير هاي المواد، لانه احنا الاكل حكينا عباره عن ايش؟ الاكل تاعنا اي شيء بنشربه او بناكله بيكون فيه ليبيدز وفيه بروتينز وفيه كربوهيدراتس، تمام؟ هاي المركبات الاساسيه الموجوده ايش في جسم الانسان زي ما حكينا في الفيديو الماضي. فهاي المواد عشان انا اقدر امتصها بالامعاء الدقيقه اللي هي السمول انتستين، ماشي، لازم اكسرها، ماشي، عشان اقدر امتصها يعني كويس، تمام؟ لانها بتكون مواد كبيره، بتكون عبارة عن ماكروموليكيولز، لازم أنا أكسرها يعني لجزيئات أصغر شوي عشان أقدر أمتصها بالأمعاء تعوني اللي هي السمول انتستين أو الأمعاء الدقيقة. فلاحظ إنه الدايجستيف سيستم هو أحد مصادر السبلاي برودكتس. مش حكينا أنا من ضمن السبلاي برودكتس عندي مثلا السكر اللي هو الجلوكوز، وعندي فيتامينات، وعندي آيرون، والحكي هذا كله. طب أنا هاي كل المكملات الغذائية من وين إجتني؟ اجتني من الاكل والشرب، اللي شغلات اللي انا باكلها وبشربها، صح ولا لا؟ ماشي. طب مين الجهاز اللي ساعد باني انا امتص هاي الشغلات من الاكل والشرب اللي انا بشربه؟ ماشي، هو بكل بساطه الجهاز الهضمي اللي هو الدايجستيف سيستم، تمام. برضو الدايجستيف سيستم طبعا بيساعدني اني انا اتخلص من الويست برودكتس، لانه مين الجهاز اللي مسؤول عن انتاج البراز او الفضلات اللي انا بطلعها بالحمام؟ اللي هو الدايجستيف سيستم، من خلال القولون. القولون او اللي هو الامعاء الغليظه، اللارج انتستين او الكولون بالانجليزي، تمام. فانا كل هاي الفضلات ماشي بتم انتاجها بالقولون، وانا بروح بفرغها ماشي بالحمام، صح؟ فالدايجستيف سيستم اذا بيساعدني باني انا اخذ سبلاي برودكتس، وبيساعدني برضه من انه انا اتخلص من ايش؟ من ويست برودكتس، صح ولا لا؟ طيب مثلا عندك ايش؟ الجهاز البولي، اليورينري سيستم، ماشي. اليورينري سيستم هذا طبعا هون مكتوب اكسيريتوري، الاكسيريتوري يعني مقصود جهاز اخراجي، بس هو فعليا لا، يعني هون الكلمه بهاي الصوره مش دقيقه. هو هون قصده عن اليورينري سيستم، لانه هاي الكليتين وهي المثانه وهي القناه البوليه. على اي حال اليورينري سيستم هي عباره عن الكلاوي. انا في عندي كليتين في الجسم، صح؟ هذولا الكلاوي او الكليه في الجسم مسؤوله عن ايش؟ مسؤوله عن انتاج البول، مش البول اللي هو اليورين يعني بالانجليزي، تمام. هسه هذا البول على ايش بيحتوي؟ بيحتوي على ويست برودكتس، يعني انا البول بيحتوي على مواد انا ما بدي اياها، مواد خلايا جسمي ما بدها اياها، يعني مواد بنعتبرها فضلات او بنعتبرها ويست برودكتس، ماشي. فاليورينري سيستم هو يعتبر احد ايش؟ الاورجان سيستمز اللي بتساعدني بالتخلص من الويست برودكتس. وطبعا راح نشوف يعني انتم، او راح تشوفوا انتم لما تدرسوا الكليه بالتفصيل ان شاء الله بسنه ثانيه او ثالثه، راح تشوفوا انه انتاج البول يعني له وظائف اخرى، يعني غير انه بخلصني من الويست برودكتس، فهو بيساعدني بتنظيم ضغط الدم، بيساعدني بتنظيم مستوى الايونات بالدم، ماشي، بيساعدني باني انظم درجه حموضه الدم، يعني في وظائف اخرى للكليه ماشي بتكون مستنبطه من انتاج البول. بس انا هنا ما بدي صراحه اعجبكم، ماشي، بس اعرف لي انه انا اليورينري سيستم من خلال انتاج البول بتساعدني بالتخلص من الويست برودكتس اللي ما بتحتاجها خلايا جسمي. مثلا في عندنا ايش اللي هو الجهاز المناعي او الاميون سيستم، هو يعتبر جزء من جهاز الدم، ماشي. في عندنا الهيماتولوجيكال سيستم او الجهاز الدموي اللي هو الدم، يعني شايف الدم اللي بيمشي بالاوعيه الدمويه،
ماشي. هذا الدم باختصار فيه ثلاث أنواع من الخلايا، فيه خلايا دم حمراء اللي هي red blood cells، وفيه خلايا دم بيضاء اللي هي white blood cells، وفيه صفائح دموية اللي هي platelets. أوكي، هسا مثلا خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن حمل الأكسجين، الأكسجين اللي حكينا عنه اللي هو أحد أهم السبلاي برودكتس اللي بتعتمد عليها الخلايا عشان الميتابوليزم وإنتاج الطاقة. هذا الأكسجين وين بيكون محمول؟ بيكون محمول في خلايا الدم الحمراء اللي هي الـ red blood cells. ماشي، الـ white blood cells أو خلايا الدم البيضاء هي المسؤولة عن المناعة. والجهاز المناعي بكل بساطة هو خط، يعني هو خط الدفاع عن جسمك، هو الجيش والشرطة ماشي تاعت جسمك، بيحمي جسمك من أي إشي ممكن يأذيه. يعني مثلا أشهر مثال على شغلات ممكن تأذي الجسم هي الجراثيم، صح؟ الباثوجنز زي البكتيريا والفيروسات والفطريات والحكي هذا كله، ماشي. عشان هيك أنا أي أورجن ماشي بتهجم عليه جراثيم، بروح الجهاز المناعي بحاول إنه يدافع عن هذا الأورجن، وبحاول إنه يقتل هاي الجراثيم ويدمرها. فهي باختصار وظيفة خلايا الدم البيضاء اللي هي تعتبر جزء أساسي من جهاز المناعة. أما الصفائح الدموية أو البلاتلتس، فهاي الخلايا مسؤولة عن إيش؟ مسؤولة عن منع النزيف. يعني أنت لما تيجي تنجرح بصير ينزل منك دم، صح ولا لا؟ بعد دقيقة أو دقيقتين بتحس إنه هذا الدم وقف. طب شو ليش وقف هو؟ لأنه هاي الصفائح الدموية عملت زي رقعة. كيف أنت لما بنطلونك مثلا ينخزق، لما بنطلونك ينخزق ممكن أنت هاي الخزقة إيش ترجعها تحط عليها رقعة، ماشي. هاي الرقعة خلص بتكون سكرت إيش، سكرت الخزقة تاعت البنطلون، أو سكرت الديفكت يعني بمعنى آخر اللي موجود عندي في البنطلون، تمام. نفس الإشي إيش البليتلتس أو إيش اللي هي الصفائح الدموية، ماشي. لو أنا صار عندي إيش، لو صار عندي أنا فعليا ثقب أو صار عندي ديفكت ماشي في البلد فيزل بالوعاء الدموي، راح يصير الدم اللي موجود في الوعاء الدموي ايش ماله يطلع لبرا، صح ولا لا؟ راح يصير عندي نزيف، ماشي. فمين اللي بيمنع هذا النزيف؟ اللي هو الصفائح الدمويه، لانها بتيجي بتعمل زي رقعه او زي رقعه، يعني هاي الرقعه فعليا ماشي بتسكر المكان اللي كان مثقوب او فيه ثقب بالوعاء الدموي، وبالتالي بتمنع انه هذا الدم يطلع لبرا وبتمنع النزيف. يعني هذا باختصار جهاز الدم عندك بشكل عام. هسا في عندك الجهاز العصبي، وفي عندك جهاز ايش اللي هو الغدد الصماء. صراحة هذول جهازين مهمين جدا. ليش؟ لأنه هم بتحكموا ماشي بمختلف أجزاء ايش الجسم عندك، تمام. كيف يعني؟ يعني أنا الجهاز العصبي بتكون من المخ، من البرين، ومن النخاع الشوكي اللي هو السباينال كورد، ماشي. هسا احنا عارفين انه المخ بتحكم بمختلف اجزاء الجسم، يعني كل هاي السيستمات الموجودة عندك، كل هاي الاورجن سيستمز ماشي بتحكم فيها النيرفس سيستم، تمام. كيف؟ من خلال ارسال اشارات كهربائية معينة لهاي الاورجنز، الكتريكال سيجنالز، اشارات كهربائية ماشي معينة بتيجي من البرين، ماشي بتم انشائها يعني بالبرين، وبتمر في النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي بيكون له يعني تفرعات، فمن خلال هاي التفرعات اللي موجودة في كل جسمك ماشي بتوصل هاي الإشارات الكهربائية أو الإلكتريكال سيجنالز للأورجن سيستمز المختلفة بجسمك، وبالتالي بيصير ريجيوليشن أو بيصير تنظيم لوظيفة هاي الأورجن سيستمز بما يحتاجه جسم الإنسان. الإندوكراين سيستم أو اللي هو جهاز الغدد الصماء برضه هو من الأجهزة اللي بتتحكم بمختلف أجزاء الجسم، بس هالمرة من خلال إيش؟ من خلال إفراز هرمونات. إحنا سمعنا بمصطلح هرمونات، والهرمونات بكل بساطة هي عبارة عن مواد كيميائية ماشي بتمشي بالدم، ماشي وبضلها بضلها ماشية بالدم بين ما تلاقي كبسات معينة. شو إحنا حكينا؟ إيش هو الكبسة بالجسم؟ اللي هو المستقبلات بالضبط، الريسبترز، صح ولا لا؟ فهذا الهرمون بيضله ماشي بالدم. نرجع هاي الصورة، بيكون عندنا في الدم في عندنا هرمونات هنا، تمام. هاي الهرمونات بتضلها ماشية بالدم بين ما تلاقي مستقبلات معينة خاصة فيها. يعني مثلا هرمون A بيشتغل على مستقبلات A، هرمون B بيشتغل على مستقبلات B، هرمون C بيشتغل على مستقبلات C. فكل هرمون له يعني كبسة معينة، له مستقبل معين، له ريسبتر يعني إيش معين. فهاي الهرمونات بتضلها ماشية بالدم بين ما تلاقي الريسبتر تاعها، فبتروح شابكة مع هذا الريسبتر عشان إيش
تعمل عشان تأثر على خلايا الجسم أو تنظم وظيفة خلايا الجسم بطريقة معينة. إذا أنا في عندي جهازين في الجسم، في عندي two organ systems في الجسم مسؤولين عن تنظيم وظائف الأجهزة الأخرى. فلو إجاك سؤال في الامتحان إنه مين هم الـ organ systems اللي مسؤولين عن التحكم بالوظائف تاعت الجسم بشكل عام أو التحكم بوظائف الـ organ systems الثانية، تحكي له واحد النيرفس سيستم من خلال الإشارات الكهربائية اللي بتيجي من المخ اللي هي الإلكتريكال سيجنالز، ماشي. اثنين الإندوكراين سيستم، جهاز الغدد الصماء اللي بتحكم بخلايا الجسم المختلفة من خلال الهرمونات، من خلال إفراز هرمونات معينة بتشتغل على مستقبلات إيش معينة، بتشتغل على ريسبترز يعني إيش معينة، تمام. هسا هيك أنا أعطيتك لمحة سريعة عن الأجهزة المختلفة الموجودة في جسمك. طبعا في جهاز يمكن برضه هون مش مبين بهاي الرسمات اللي هو إيش بنسميه إحنا الانتجيومنتري سيستم. الانتجيومنتري سيستم هو جهاز الجلد، الجلد هذا تاعك، مش أنت جسمك كله مغطى بجلد، ماشي. الجلد هذا إحنا بنعتبره سيستم برضه، ماشي، بتكون من خلايا جلدية بكل بساطة يعني، ماشي. فهذا الجلد يعني مثلا اللي هو مش مبين هنا بالصورة، لكن الجلد اللي مغطي كل جسمك وظيفته الأساسية الحماية، protection، فهو بيحمي جسمك، ماشي، من الصدمات الخارجية، وبيمنع برضو الجراثيم إنها تدخل على جسمك. يعني لو في جرثومة كانت موجودة على إيدك مثلا ما راح تخترق الجلد، راح تظلها موجودة برا. فالجلد إيش ماله؟ زي كأنه كفر تليفون. كيف إحنا التليفون بنحط له كفر عشان نحميه؟ تقريبا الجلد نفس الفكرة، الجلد عبارة عن كفر لجسم الإنسان، ماشي، بيساعد كثير في حماية يعني جسم الإنسان وحماية الأورجان سيستمز يعني بشكل عام من الإكسترنال إنفايرمنت، من البيئة الخارجية اللي عايش فيها الإنسان، تمام. كمان الجلد مسؤول عن السنسيشن، مسؤول عن الإحساس، لأنه الجلد مليان مستقبلات، مليان ريسبترز، وهي المستقبلات مسؤولة عن الإحساس، إنه أنت تحس بالشغلات اللي حواليك يعني، ماشي. برضو الجلد بيساعد بتنظيم درجة حرارة الجسم، ماشي، لأنه أنت بتعرف مثلا لما تشوب، ماشي، الجلد بصير يعني بصير فيه تعرق، صح ولا لا، ماشي. فالعرق هذا بيساعد إنه إيش يخفف حرارة جسمك مثلا يعني، ماشي. فبديش أدخل بالتفاصيل، لكن الجلد يعني بساعد برضو بتنظيم حرارة الجسم. طبعا يا إخوان الانتيجيومنتري سيستم أو جهاز الجلد هو ما بشمل بس الجلد، هو بشمل برضو الأبندجز تاعت السكن، أو بمعنى آخر اللي هي خلينا نحكي الشغلات الزيادة اللي موجودة الموجودة مع الجلد، زي الشعر اللي هو الهير، زي الأظافر اللي هي النيلز، ماشي، الحكي هذا كله، تمام. فهيك أنت أخذت لمحة سريعة عن ايش الاورجان سيستمز وكيف في سبحان الله تناسق يعني عجيب بينها، ماشي، عشان جسمك يضل شغال بالشكل يعني ايش السليم، تمام. هسه بدي اجي هون بس يعني اركز اكثر على بعض الشغلات اللي بيسالوا عليها في الامتحانات، ماشي. اول سؤال لو سالتك، ماشي، which organ systems ماشي control your body، ماشي، مين هم ايش الاورجان سيستمز اللي بتحكموا بجسمك بشكل عام؟ حكينا النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، والاندوكراين سيستم اللي هو ايش جهاز الغدد. الجهاز العصبي بيرسل ماشي سيالات عصبيه او اشارات كهربائيه للاورجانز المختلفه في جسمك، والاندوكراين سيستم ماشي بيفرز هرمونات مختلفه بتاثر على خلايا جسمك. فهذول هم اللي بتحكموا ايش بوظائف جسمك بشكل عام، تمام. طب لو سألتك which organ systems ماشي excrete waste products، يعني مين هي ماشي ال organ systems اللي بتساعدك بالتخلص من الفضلات، مين ال organ systems اللي بتخلينا نتخلص من ال waste products اللي ما بتحتاجها خلايانا، ماشي. شو بدك تقول لي؟ بدك تقول لي واحد respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي، لأنه بيخليني أتخلص من مين؟ من ال CO2، صح؟ ماشي، CO2 هذا اللي أنا ما بحتاجه، بتنفسه عن طريق عملية إيش الزفير، ماشي. طيب اثنين بدك تحكي لي الدايجستيف سيستم، ليش؟ لأنها بتنتج لي البراز أو الفيسز، ماشي، يعني معناها البراز، صح ولا لا. ثلاثة بدك تحكي لي إيش اليوريناري سيستم اللي هو الكلية، لأنها بتنتج لي بول، بتنتج لي إيش يورين، صح ولا لا، ماشي. وآخر إشي إيش بتحكي لي؟ أربعة
اللي هو ايش؟ الانتج يومنتري سيستم، اللي هو الجلد يعني بمعنى اخر، لانه الجلد فيه عرق صح ولا لا؟ في عندنا سويت برودكشن ماشي، او سويتنج اللي هي عمليه التعرق، فانا من خلال العرق ماشي برضه بتخلص يعني من بعض الويست برودكتس اوكي، اللي ما بحتاجها يعني ايش، ما بحتاجها جسمي او ما بتحتاجها خلايا جسمي. اذا لو سالتك مين الاورجان سيستمز اللي بتساعدني في التخلص من الفضلات، بتحكي لي الجهاز التنفسي من خلال انه بتخلص من السي او 2، الجهاز الهضمي بخليني يعني اتخلص من هاي الفضلات من خلال البراز، الجهاز البولي بخليني اتخلص من هاي الفضلات من خلال البول اللي هو اليورين، والانتيجيومنتري سيستم او اللي هو الجلد يعني بمعنى اخر، اللي هو السكن يعني بمعنى اخر، بخليني اتخلص من بعض الفضلات من خلال التعرق، من خلال السويتنج أو السويت برودكشن. طيب which organ systems supply يعني أو يعني خلينا نحكي provide your body supply products، يعني بمعنى آخر مين هي السيستمات اللي بتوفر لجسمك supply products؟ إيش بتحكي لي؟ واحد respiratory system، لأنه أنا من خلال respiratory system بجيب الأكسجين اللي هو الO2. اثنين digestive system اللي هو لأنه أنا من خلال الجهاز الهضمي الأكل والشرب ماشي، food and drinks أي إشي يعني بشربه أو باكله ماشي، الجهاز الهضمي بخليني أهضمه وأمتصه، أمتص supply products الموجودة فيه، الموجودة في الأكل والشرب ماشي. فهي مصدر للسبلاي برودكتس. واحد الريسبيروتوري سيستم ماشي، اثنين عندي ايش اللي هو الدايجستيف يعني ايش سيستم ماشي، هذول هم السيستمين اللي بيوفروا لي السبلاي برودكتس اللي انا بحتاجها. عشان هيك احنا دائما بنحكي انه الانسان عشان يضل عايش شو بيحتاج؟ بيحتاج انه يتنفس، بيحتاج اكسجين، ومين بيوفر له هذا الحكي اللي هو الريسبيروتوري سيستم، وبيحتاج انه ياكل ويشرب، ومين بيوفر له الاكل والشرب اللي هو الدايجستيف سيستم. تمام. طيب which organ systems are associated with protection of your body، مين هي ايش السيستمات اللي فعليا ايش بتحمي جسمك ماشي، مسؤول عن حمايه جسمك؟ بتقول لي واحد اللي هو الانتيجيومنتري سيستم اللي هو ايش، اللي هو الجلد ماشي، حكينا بيحميك من الاكسترنال انفايرمنت لانه كفر للجسم. طيب اثنين اللي هو مين، الاميون سيستم ماشي، جهاز المناعه اللي هو جزء من الهيماتولوجيك ماشي سيستم، بارت اوف هيماتوبيوتيك سيستم او هيماتولوجيكال سيستم. تمام، اللي هو جزء من سيستم الدم زي ما حكينا ماشي. طيب جهاز المناعة بيحمي جسمي، الجلد بيحمي جسمي، كمان ضيف عليهم الماسكلو سكيليتال سيستم، الجهاز العضلي الهيكلي، لانه يعني العضلات والعظام برضو ايش مالها بتحمي ايش جسمك، بتحمي الاورجان سيستمز. يعني اعطيك مثال مثلا ماشي، لو بس نرجع الصورة هون، مثلا المخ محاط بايش؟ محاط بجمجمة. طب ما الجمجمة عظمة صح ولا لا؟ فبتحمي المخ ماشي. عندك مثلا الرئتين والقلب الموجودين بصدرك محاطين بايش؟ محاطين بثوراسيك كيج او محاطين بقفص صدري، فالقفص الصدري هو عبارة عن عظام، فهي العظام بتحمي القلب والرئتين صح. مثلا بطنك بيحتوي على الجهاز الهضمي اللي هو الامعاء والمعده والكبد والحكي هذا كله. طب بطنك مليان عضلات صح ولا لا؟ فالعضلات هاي برضو بتساعد بحمايه ايش؟ الدايجستيف سيستم. فلاحظ انه انا مش بس الجلد بيوفر حمايه، حتى العضلات والعظام اللي هو الماسكلوسكيليتال سيستم فهو بيساعد برضو بحمايه جسمي، وطبعا بالإضافة لجهاز المناعة. فهاي هي إيش السيستمات اللي بتساعد في حماية يعني جسمي. تمام. فأنا طيب، فهاي كلها أسئلة ماشي ممكن يجيبوا لكم إياها بالامتحان عن الأورجان سيستمز. تمام. فيعني برضو من الأسئلة مثلا ممكن أقول لك أنا which organ system is responsible for delivery ماشي of supply products or waste products، يعني معنى آخر ماشي مين الأورجان سيستم اللي شغال delivery،
انتوا عارفين الدليفري ماشي كيف؟ مثلا خلينا نقول بالأردن عندنا طلبات، شركة طلبات مسؤولة عن توصيل يعني الأكل للناس، فهون السي في اس أو الكارديو فاسكولار سيستم هو المسؤول عن توصيل السبلاي برودكتس أو الويست برودكتس، فهون الجواب طبعا بيكون هو الكارديو ماشي فاسكولار سيستم، لأنه حكينا ماشي قبل شوي انه انا ايش الارتريز او الشرايين بتوصل السبلاي برودكتس ماشي، بينما ايش الاورده او الفينز ماشي بتجيب مين؟ بتجيب الويست برودكتس ماشي. فمين هو الاورجن سيستم اللي شغال يعني ديليفري ماشي، بيوصل سبلاي برودكتس وبيوصل ويست برودكتس؟ طبعا بيوصل من وين لوين؟ بكل بساطة إيش الأرتيريال بلد بيوصل السبلاي برودكتس ماشي. من وين ماشي؟ من مصادر السبلاي برودكتس، من السورسز تاعون السبلاي برودكتس اللي حكينا عنهم فوق ماشي، زي مثلا الريسبيرتوري سيستم والدايجستيف سيستم. لمين؟ لخلايا الجسم المختلفة. وبنفس الوقت الكارديو فاسكولار سيستم بيجيب الويست برودكتس ماشي. من وين بيجيبها؟ بيجيبها من خلايا الجسم المختلفة. وبيوصلها وين؟ بيوصلها على الأورجنز اللي لهم علاقة بالإكسكريشن أوف ويست برودكتس ماشي، اللي حكينا عنهم فوق زي الريسبيرتوري سيستم، الدايجستيف، اليورينري سيستم، الانتيجيومنتري سيستم إلى آخره. تمام؟ فهو شغال ديليفري. فأنا عشان هيك دايما بحكي إنه أنا الكارديو فاسكولار سيستم هو زي حلقة الوصل، حلقة الوصل بين مين ومين ماشي، بين مختلف الأورجنز الموجودة في الجسم، لأنه بأخذ السبلاي برودكتس من السورسز تاعت السبلاي برودكتس وبوديها على خلايا الجسم من خلال أرتيريال بلد، وبأخذ الويست برودكتس من خلايا الجسم المختلفة اللي هي بتنتج كجزء من الميتابوليزم وبوديها على الأورجنز، الأورجن سيستمز اللي لهم علاقة بالإكسكريشن أوف ويست برودكتس ماشي، عشان الجسم يتخلص من هاي الويست برودكتس. فهو شغال يعني زي ديليفري. وطبعا هو كيف باخذ الويست برودكتس؟ من خلال الفينوس بلد او اللي هو الدم الوريدي. تمام؟ فهاي هي الفكره. فتذكر انه الكارديو فاسكولار سيستم ماشي جيتس او خلينا نحكي ترانسبورتس، ينقل السبلاي برودكتس ماشي، السبلاي برودكتس فروم ايش السورسز تاعون السبلاي برودكتس ماشي تو سيلز اوف ذا بودي، لخلايا الجسم المختلفه، من خلال ثرو يعني ارتيريال ايش بلد. وعلى الجهه المقابله ماشي ات ترانسبورتس ويست برودكتس ماشي فروم سيلز اوف ذا بودي اللي هي بتنتجها كجزء من الميتابوليزم ماشي فعليا تو وات ماشي تو ماشي اورجان سيستمز that are responsible for excretion of waste products. وهذا طبعا بيكون من خلال ايش؟ الفينوس بلد. تمام؟ فيعني بس هي هاي الفكره اللي انا بدي اياك يعني تحفرها براسك، انه انا ايش السي في اس او الكارديو فاسكولار سيستم شغال ديليفري. فهي زي ما حكيت كلها اسئله ماشي بتيجيكوا في الامتحان. مين الأورجان سيستمز اللي بتتحكم في جسمك؟ نيرفس سيستم عن طريق الإلكتريكال سيجنالز، إندوكراين سيستم عن طريق الهرمونز. مين الأورجان سيستمز المسؤولة عن الإكسكريشن أوف ويست برودكتس، الفضلات اللي ما بتحتاجها خلاياك؟ الريسبيرتوري سيستم بتطلع CO2، الدايجستيف سيستم من خلال الفيسز، يورينري سيستم من خلال اليورين، والسكين من خلال التعرق أو السويتنج. مين الأورجان سيستمز اللي بتعطي لجسمك سبلاي برودكتس، بروفايد؟ هون احنا ما بنحكي عن ديليفري، هون احنا بنحكي عن السورس. بروفايد يعني بين قوسين السورس، ايش المصدر تاع السبلاي برودكتس ايش في جسمك؟ حكينا الريسبيرتوري سيستم بتعطينا او بتزودنا بالاكسجين، والدايجستيف سيستم بزودنا بكل النيوتريانتس، بكل المكملات الغذائيه اللي بجاي من الاكل والشرب، صح؟ طيب مين الاورجان سيستمز اللي مسؤول عن حمايه جسمك؟ حكينا السكن اللي هو كفر للجسم، الاميون سيستم جهاز المناعه بهجم على اي شيء ماشي بضر في الجسم زي الجراثيم، والماسكلو سكيليتال سيستم لانه العضلات اصلا يعني زي ما حكينا بتحيط اصلا بكل جسمك فبتحمي جسمك هي والعظام، وبرضه مسؤوله عن الحركه، وحكينا انه احنا من خلال الحركه ممكن انه احنا نبتعد عن مصادر الخطر، صح؟ طب مين الأورجان سيستم المسؤول عن الديليفري أوف سبلاي برودكتس أو ويست برودكتس؟ مين المسؤول عن النقل؟ ماشي خلينا نحكي ديليفري أو بين قوسين إيش ترانسبورتيريشن. تمام؟ مسؤول فعليا عن الترانسبورت ماشي تاع إيش سواء السبلاي برودكتس ماشي ترانسبورتيشن.
سواء ايش للسبلاي برودكتس او الويست برودكتس. الاورجن سيستم الشغال ديليفري هو الكارديو فاسكولار سيستم، الجهاز الدوراني. اصلا ليش اسمه جهاز دوراني في العربي او سيركيوليتري سيستم مرات في الانجليزي بنحكي عنه؟ لانه بيضل يدور في بين اجزاء الجسم المختلفه، هو حلقه الوصل بين الاورجن سيستمز المختلفه. لانه بنقل زي ما حكينا السبلاي برودكتس من السورسز تاعت السبلاي برودكتس لخلايا الجسم من خلال الارتيريال بلد عشان تستهلك هاي السبلاي برودكتس في الميتابوليزم، وبنفس الوقت بنقل الويست برودكتس من خلايا الجسم للاورجن سيستمز اللي لها علاقه بالاكسكريشن، ماشي، زي مثلا الدايجستيف، اليورينري، سكن، ايش الى اخره يعني، ماشي، لانه هاي الويست برودكتس بتم انتاجها كجزء من الميتابوليزم برضه. طبعا عمليه نقل السبلاي برودكتس من خلال الارتيريال بلد، اما عمليه نقل الويست برودكتس من خلال الفينوس يعني بلد، ماشي. فهي كلها اسئله بتيجي على الاورجن سيستمز. في كمان يعني اورجن سيستم احنا ما حكينا عنه يمكن، اللي هو الريبرودكتيف سيستم، اللي هو الجهاز التناسلي. فممكن يجيب لك سؤال انه which organ system is responsible ماشي for reproduction، يعني مسؤول عن التكاثر، صح ولا لا؟ فالجواب هو ايش؟ الريبرودكتيف ماشي سيستم، او مرات بنحكي عنه الجينيتال يعني ايش سيستم. هسا الجينيتال سيستم او الريبرودكتيف سيستم، الجهاز التناسلي، هو المسؤول عن التكاثر. بالنسبه للذكور هو مسؤول عن انتاج الحيوانات المنويه اللي هي السبيرمز، تمام. هاي السبيرمز ماشي بتتحد مع مين؟ مع الاكس، البويضات، والبويضات هاي جاي من الاناث to form what we call zygote، او اللي هو الفيرتيلايزد ايج، اللي هي البويضه المخصبه. وهاي البويضه المخصبه راح تصير داخل الرحم من خلال عملية الحمل أو البريجننسي، راح تصير إنسان آخر. فإحنا عملية التكاثر كثير مهمة ماشي للحفاظ إيش؟ للحفاظ على النوع البشري أو على الجنس البشري، عشان إحنا ما ننقرض، لأنه إحنا آخرتنا كبشر نموت، صح ولا لا؟ ماشي. فإحنا كيف بنحافظ على حالنا إنه إحنا نضل موجودين؟ من خلال عملية التكاثر، ماشي. فعملية التكاثر باختصار بدون تفاصيل، الذكور بنتجوا حيوانات منوية اللي هي سبيرمز، والإناث بنتجوا بويضات أو اللي هي إيجز، وهذولا بتحدوا مع بعض. السبيرم يعني بتحد مع الإيج عشان يكون فيرتيلايزد إيج اللي هي بويضة مخصبة أو الزايجوت. وهاي البويضة المخصبة بتروح على الرحم اللي هو اليوترس تاع المرأة، ماشي، وداخل الرحم بتصير يعني تغيرات معينة، وبصير نمو لهاي الزايجوت عشان يعني تتحول لطفل جديد، لبيبي، ماشي. بتتم طبعا ولادته يعني لاحقا، وهيك مبروك صار عندك انت انسان جديد، تمام. فهاي هي يعني الأسئلة اللي ممكن تنسأل عنها بموضوع الأورجن سيستمز، ماشي. هو معلش انت بتحس الهوميوستاسيس يعني غطى عدة افكار، بس لانه هو يعتبر مقدمة لجسم الانسان ومقدمة لمادة الفسيولوجي، فكل هاي الاسئلة يعني ايش مالها ممكن يعني ايش ماشي تنسأل عنها فعليا، تمام. هسا انا لهون صراحة بدي انهي الجزء الثاني من فيديو الهوميوستاسيس. حكينا عن تركيب الخلية وتركيب البلازما ممبرين، ماشي، حكينا كيف الخلايا بتكون تيشوز، والتيشوز بتكون اورجنز، والاورجنز بتكون اورجن سيستمز، ماشي. برضو مرينا على بعض المصطلحات زي السبلاي برودكتس، زي الويست برودكتس، زي الميتابوليزم، ايش يعني بولر، ايش يعني نون بولر، صح، هيدروفيلك، هيدروفوبيك، كل هذا الحكي شرحناه. شرحنا كيف في عندنا تناسق بين الاورجن سيستمز، هارموني اوف اورجن سيستمز. حكينا كل اورجن سيستم ايش وظيفته باختصار بشكل سطحي، وكيف كل الاورجن سيستمز مرتبطات مع بعض من خلال موضوع يعني السبلاي والويست والحكي هذا كله. حكينا شو الديفينيشن، شو التعريف تاع الهوميوستاسيس، ماشي، كل هذا الحكي احنا شرحناه. بالجزء الاخير ماشي راح اكمل المواضيع اللي ضلت ماشي عن الهوميوستاسيس، راح ناخذ امثله مباشره على الهوميوستاسيس، راح نحكي شو يعني بوزيتيف اند نيجاتيف فيدباك، ايش الهوميوستاسيس موديل، وايش يعني جين اللي هو يساوي كوركشن على الايرور. ويعطيكم الف عافيه.